السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم ورحب بكم في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق فيه إلى طريقة استعادة كلمة المرور الخاصة بالهوت ميل أو إيميل الهوت ميل. فتلقيت مجموعة من طلبات من إحدى الإخوان عن طريقة استعادة إيميل الهوت ميل. لهذا في هذا الدرس إن شاء الله سأريكم الطريقة، تابعوا معي. الطريقة سهلة جدا. أولا نقوم بالذهاب إلى موقع الخاص بأوتلوك أو الهوت ميل، ثم كما ترون الناس ذاك الإيميل الخاص بي. سنقوم بكتابة كلمة المرور، ثم نضغط على سيكونكتي، ثم نقوم مرة أخرى بإعادة نفس كلمة المرور، ثم نضغط على سيكونكتي. جيد، كما ترون فنحن لا نستطيع الدخول إلى حسابنا. نأتي إلى هنا، نقوم بأن نقرأ على فوتر كونف إنو نونبا أصيبلك. نقوم بأن نقرأ عليها على هذا الشكل، أو يمكنك أن تقوم بالدخول إلى هذه الصفحة. جيد، تقوم باختيار هذا الاختيار الأول على هذا الشكل، ثم تضغط على التالي. قم بكتابة البريد الإلكتروني. جيد، ثم نقوم بكتابة الكود الخاص بالابلكيشن. ثم ننقر على التالي. جيد، هنا سيطلب منك إحدى الاختيارات. هنا رسالة نصية إلى الرقم الهاتف التالي أو الاتصال إذا كنت تريد الاتصال. نقوم باختيار هذا الاختيار الأول، ثم نقوم بكتابة الأربعة أرقام الأخيرة من الرقم الهاتف الخاص بي. رقم الهاتف الخاص بي 93. جيد، الآن سنقوم بإرسال الرمز على هذا الشكل، ثم ننتظر قليلا حتى يتم اشتغال المودم الخاص بي الذي قمت بتفعيل به الحساب الخاص بي. ننتظر قليلا، ستأتيني الرسالة على المودم الخاص بي. جيد، كما ترون قد أتت الرسالة. كما ترون هنا هذا هو الرقم الذي تم إرساله، وسنقوم بالنقر على ريع. نقوم بقراءة الرسالة. جيد، كما ترون هنا الرسالة التي قد أتتني كما ترون 29/76. جيد، ثم نقوم بالنقر على التالي، وهنا تقوم بإعادة كتابة كلمة المرور الجديدة. للإشارة فقط، يمكنك أن تقوم بكتابة كلمة المرور قوية جدا، لا تستعمل فيها بعض الأسماء الخاصة بك أو بعض كلمة المرور على هذا الشكل كما ترون 1 2 3 4 أو على هذا الشكل. يمكنك أن تقوم بكتابة كلمة المرور تكون قوية جدا، تستعمل فيها بعض الرموز كأروباس ونقاط وفصيلة وغيرها من تقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بي. جيد، ثم أقوم بإعادتها مرة أخرى هنا. جيد، ثم نقوم بالنقر على التالي. جيد، كما ترون قد تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك. نقوم بالنقر هنا على التالي. جيد، الآن سنقوم بتسجيل الدخول. ثم نقوم على تسجيل الدخول، وكما ترون قد قمنا باستعادة حسابنا بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل.
كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بها، وإن شاء الله ستقوم باستعادة حسابك بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. لا تنسوا، ستجدون إن شاء الله رابط إذا كنت تريد أن تقوم بفحص كلمة المرور الخاصة بك كما ترون فيري في وتر مود باس. تقوم بكتابة كلمة المرور التي قمت بإنشائها كما ترون هنا، يعطيك كلمة المرور إن كانت قوية فسيعطيك كما ترون هنا. عندما تقوم بوضع كلمة المرور قوية جدا هنا ستظهر لك هذه باللون الأخضر، فاعلم أن هذه كلمة المرور قوية. فإذا كانت بهذا اللون فاعلم أنها متوسطة، وإذا كانت بهذا الصورة حمراء كما ترون كلمة المرور التي قمت بإضافتها إلى حسابك فهي ضعيفة جدا، يجب عليك أن تقوم بتقويتها حتى لا يتم اختراقها أو التعرف عليها من طرف بعض البرامج. وبهذا أكون قد انتهيت من هذا الدرس، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إلى دروس قادمة.